يوحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلاية التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي على الأطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني. يلا تفضل. صحينا. تفضل شيف يوسف. يلا. احلى مسحرات. احلى مسحرات. حلقة جديدة اليوم من الرجل ومقلاة تيفال. رح نعمل مكرونة باللحم وفيها خضار كمان. تحدي جديد انه ما تلصق، واكيد ما حتلصق انا متأكد. جيعان اليوم؟ شو جوعان؟ ميت من الجوع، جاي لعندك ركض. كل يوم بتجيني جيعان. بدي تعمل لي شي طبخة تكون سريعة، اسرع طبخة بالعالم. اسرع طبخة. طيب هاي الطبخة اكتر شي حياخد وقت معك سلق المكرونة. انا قيدي سالقها عشان اعرف. هذه فيها كثير خضار. فيها كثير خضار. ما تحب الخضار؟ بلا. طيب بس يعني رح تاخذ وقت معك. ليه؟ مسلوقه كمان. سلقتها. ما عارفك جاي جيعان كل يوم. سلقت كل شيء قبل ما انت تجي. جهزت لك هي. ما تقول لي هاي الطبخه بتاخذ اقل من 10 دقائق. ايه؟ اقل من 10 دقائق؟ نعملها في 8 يعني؟ فيك؟ يلا. تحداني في تحدي بتتحداني. اوكي. بصل. اللحمة. أنا بعير لك الوقت. أنت عيط لي الوقت. هاي اللحمة. توم. ملح وفلفل أسود. لحصفري من الجوع والريحة طلعت كمان، يعني بزاد الجوع. شق القلب الريحة. نسيبها على النار. أحط عليها جنز. تحب الجنزبيل؟ إذا أنت بتحطها بالأكلة أكيد بحبها. الله يخليك. مفيد كثير كمان الجنزبيل. قبل ما تطلع تنكت انت ولا عندك شو، واذا حلقك تعبان خذ شويه جنزبيل. اوكي. حطه في مويه مغليه مع شويه ليمون، ملعقتين عسل، واشربه. طلع عندك احلى صوت. مو يعني انت عندك احلى صوت اصلا، يعني بس تحليه اكثر. بيصير فيني غني؟ تغني. نضيف الجنزبيل. نضيف عليها شوية إكليل الجبل. مرعقة ماسترد خردل. مصدق انه كداش ما بيلصق يعني؟ ولا ما انت مصدق؟ لا مصدق. لزقة ما... لزقة ما هي مصدقة. ما هي لزقة. حمرها شوية. كم دقيقة صرت؟ صاروا شي 4 دقائق. 4 دقائق. حلو. نضيف عليها الخضار. شوف الألوان. جعد بزيادة. جعد بزيادة.
نضيف تقريبا ملعقتين كبيره من مرقه. شيف بيض، انا شيف، شو البيض؟ بيض مسلوق للزينه فوق تطلع حلو. واشيلها يعني؟ لا، اضيف عليها المكرونه، برضه مكرونه بنيه مسلوقه، تاخذ وقت اطول من المكرونه البيضاء، بتاكد تاخذ تقريبا 30 دقيقه 35 دقيقه 35 دقيقه عفوا. دائما المكرونه السمراء صحيه اكثر، اكثر فيها الياف غذائيه اكثر من البيضه، بتفيد اكثر. اضيف عليها شويه من عصير الليمون الحامض. كريمة الطبخ، وملعقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم، ملعقتين خلينا عشانك جيعان. لا غيب عن الوعي. ما فطرت اليوم؟ لا. عارف انك جاي هون يعني ما فطرت؟ جاي لعندك. نسيبها تقريبا دقيقتين بس لين ما تتكاثر شوية. خلاص زي ما انت شايف بدها تتكاثف شوية، وعارف انك جيعان، صارت 7 دقائق ونص اظن. حنجيب الصحن، بكفيك الصحن؟ بكفي. على السريع هنحطها. شيف يوسف. نعم. انت ربحت التحدي وانا ربحت اكلتك. الله يخليك، ربحت الصحن انت اليوم. هنضيف بس، هاخذ الملعقه اضيف من المرقه والخضار، ازود لك خضار وانا اقلل لك لحم وازود لك خضار. ينفع ولا ما ينفع؟ انت الشيف، انت تحب اللحم؟ شو بتفصل نحن بنلمس؟ اوكي، فصلت لك مكرونه بالخضار واللحم. عطولك. وما لزقت. احط عليها شويه من الكاشيو محمره في الفرن. هاخذ بيضه واحده. اذا ما تحبوا البيض ممكن نستغني عنه وما تحطوه، بس برضه بيضيف قيمه غذائيه للصحن. شيء. ايش رايك؟ انت جيعان صح؟ قلت جيعان. ميت من الجوع. طيب، طبعا تحدي اليوم كان المكرونه باللحم، عملناها بسرعه ما لصق معنا. تابعونا في حلقه جديده وتحدي جديد من الرجل ومقلاة تيفال. هيا تعال بسرعه. يلا بسرعه. ركض. بالعافيه. ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا اياها الشيف يوسف ومقلاة تيفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا اهالي المدينة الكرام.